كريم. حقيقة يا كابتن عبد الحميد حسن، كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، يمكن ندوة ساخنة هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. زي ما بنتكلم طبعا في البداية، محمود طاهر ركعاته طبعا ووضع ثلاث ندوات، الاولى زي ما قلنا في الشيخ زايد، والثانيه في نادي الاهلي مقر الجزيره، والثالثه ان شاء الله هتكون في مدينه نصر. يمكن ندوه ساخنه جدا بدات في الساعه 7:30، استفسارات كثيره من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وفي تاكيد كبير جدا ووعي كبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على طبعا اقرارهم لائحتهم الخاصه كعاده النادي الاهلي، وايضا رفض اللائحه الاسترشاديه. كل هنا الامور بتصب طبعا في ان عضو الجمعيه العموميه للنادي الاهلي له الحق الاصيل في اتخاذ اي قرار، سواء تشريع جوه او اتخاذ اي قرار خاص باللائحه الاساسيه للنادي الاهلي. مهندس محمود طاهر يمكن بيحاول يفسر بعض الامور، في لغط كبير جدا زي ما احنا عارفين، وفي هجوم كبير جدا على مجلس اداره النادي الاهلي لاتخاذه يومين على راحه الاعضاء، مقر النادي الاهلي بالجزيره ومقر النادي الاهلي بمدينه نصر. الامور كلها يمكن هنا يعني ساخنه جدا بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، الكل بيحاول ان هو يستفيد، لكن مستمرين معاكم بنحاول ان احنا طبعا ناخد بعض اراء اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. بنرحب بيك طبعا في البدايه، وعايز اكلمك على الندوه النهارده، يمكن انت متابعها من البدايه، يمكن في وعي كبير زي ما بنتكلم من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، الكل مركز بشكل كبير والكل عايز يقر لائحته الخاصه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي كعضو جمعيه عموميه للنادي الاهلي. متابع النهارده الندوه ازاي وشايف حديث المهندس محمود طاهر ازاي؟ طبعا لما نبص على الحضور، اولا النادي الاهلي او الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي اللي طول عمرها عن ما بتحس ان النادي الاهلي بيتعرض لضغوط او بيتعرض لخطر، فبنلاقي الجمعيه العموميه موجوده، وموجوده بغداره، موجوده بكثره، وموجوده زي ما حضرتك شايف. اما بالنسبه للائحه الداخليه اللي هي الخاصه بالنادي الاهلي، فطبعا مصلحه الجمعيه العموميه اني تصوت على هذه اللائحه بنعم، لان هذه اللائحه اللي بتحدد مصير النادي الاهلي، اللي بتحدد مصير الاجيال اللي جايه، مش مجرد فتره انتخابيه موجوده المجلس الحالي وخلاص وهيمشي، لا، ده للمجالس القادمه وبعد القادمه والكلام ده كله. لكن اما بالنسبه للائحه اللي هي الاسترشاديه دي، فطبعا دي بتسلب حقوق الجمعيه العموميه، وبالتحديد لما تيجي اللجنه الاولمبيه بتملي علينا، او بمعنى اصح الجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي تختار ما تختارش مين وتعمل مين وما تعملش مين، اللجنه الاولمبيه مش من حقها انها تختار مجلس اداره، مش من حقها انها تحقق مع عضو مجلس اداره، مش من حقها انها تقول للجمعيه العموميه تختاروا مين وتختاروش مين او تعملوا ايه. فاحنا عمرنا ما هيجي اليوم دوت اللي تيجي اللجنه الاولمبيه انها تملي على الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي تختار مين وما تختارش مين. فاحنا كجمعيه عموميه موجودين وهنصوت بنعم في اللائحه الداخليه الخاصه بالنادي الاهلي، وكلنا خلف مجلس الاداره، لان النادي الاهلي بيتعرض لحمله اعلاميه شرسه، وللاسف انها بيتعرض للحمله من بيقولوا ابناء النادي، لكن اعتقد انهم عمرهم ما انتموا للنادي ده، وهينتموا للنادي دوت. اشكرك طبعا جدا للتوقيت. الف شكر. مستمرين معاك كابتن عبد الحميد ده حسن، وزي ما بنتكلم بنستطلع اراء بعض اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ومستمرين معاك طبعا وبناخد راي حضرتك طبعا في الندوه اليوم. يمكن مجلس الاداره بيحاول بشكل كبير توعيه الاعضاء، مناقشه اللائحه الاسترشاديه، الامور الخاصه المميزه بين اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي وايضا لائحه اللائحه الاسترشاديه. متابع النهارده الندوه ازاي، ومتابع مهندس محمود طاهر النهارده ازاي في حديثه هنا في ندوه مقر الاهلي بالجزيره؟ بسم الله. هقول لحضرتك الأول حاجة، لائحة استرشادية معناها إنه هو بيرشدنا إحنا نعمل إيه. طب إزاي النادي الأهلي أنا اتولدت فيه، يعني أنا والدي من مؤسسي النادي الأهلي، من مؤسسي مجلة الأهلي، بطل. يعني إزاي حضرتك تتخيل إن أنا في بيتي حد هيجي يقول لي ويملي عليا أنا أعمل إيه؟ يعني تبقى أنت صاحب البيت وبتدير البيت، تلاقي حد تاني صاحب العمارة مثلا يجي يقول لك أنت هتعمل إيه؟ لا يمكن، لا يمكن. يعني مع احترامي لكل الجهات، النهاردة المهندس محمود طاهر راجل محترم، فعلا ده تجمع محترم، بيفهم، وفعلا بيفهم من غير ما يقول، من غير ما يدي يعني يوري اتهام او يرمي باتهام لاي حد. يعني رجل محترم فعلا، كل ما تقول مثلا حرب، كل ما تقول اعداء يقول لك مالناش دعوه بحد، انا بشتغل للصالح العام، انا بشتغل لصالح النادي. لدرجه حضرتك ان في نقطه من النقاط بيقول لك انا ما حطيتش بند 8 سنين علشان ما يتهمونيش. في حاجه كمان انا عايزه اقولها، ان الراجل ده بيصرف من جيبه يا جماعه، الراجل ده لا يبغى شيء،
لا عايز نجومية ولا عايز مال ولا عايز سلطة. هو مش محتاج شيء، هو فعلا ده بيته. وأنا بقالي كتير في النادي، أنا اتولدت في النادي لأن والدي ووالدتي اتعرفوا على بعض في النادي، وأنا اتولدت في النادي ده وشفت كل أعضاء المجالس وشفت أعضاء المجالس النادي قبل كده. التاريخ بيتكلم، أنا أول مرة أشوف أعضاء مجلس ورئيس نادي بيتكلم بالطريقة دي. ونادي أهلي على فكرة، ولكل الألعاب، هي على فكرة مش مؤسسة رياضية بس، هي مؤسسة رياضية اجتماعية أخلاقية، هي مؤسسة ملمة بكل حاجة. النادي الأهلي ده مؤسسة مصغرة من مصر كلها، مؤسسة أخلاقية قبل أي حاجة فعلا. فأنا بقول يا رب يا جماعة، يا ريت كلنا نروح ون يعني يوم 25 نجتمع كلنا ونروح نلغي الاسترشادية دي. انت بتلغي ان حد يجي يقولك اعمل ايه في بيتك، ده بيتك. وعلى فكرة الناس دي ملاش اي مصلحة خالص فعلا. الناس فعلا زي ما الاستاذ ضياء بيقول، الناس كلها بره وجوه عايزين ينقذوا النادي. مع احترامي للجنة الاولمبية، طبعا كل الشكر والتقدير لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ومستمرين معاك كابتن عبد الحميد ده حسن، وبيضمننا كمان احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ويمكن بسالك طبعا نفس السؤال، يمكن ندوه رائعه من المهندس محمود طاهر، في تفسيرات كبيره جدا من اللائحه الاسترشاديه واللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. قول لي انت لامس ايه من حديث الاعضاء والحماس الكبير اللي احنا شايفينه النهارده من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ بص حضرتك، لما تجيب الصوره دلوقتي على المهندس محمود طاهر، اعرف في ملحمه في حب النادي الاهلي بالنسبه لمحمود طاهر. وايام صالح سليم ومدرسه صالح سليم رجعت تاني بمحمود طاهر وموجود في النادي. تعال ارجع بالتاريخ لورا كده، تلاقي من ساعه ما مسك النهارده النادي، بسم الله ما شاء الله، كل يوم بتروح تيجي النادي بتلاقي حاجه جديده معموله، سواء في مدينه نصر او الشيخ زايد او هنا الجزيره، يعني بصماته جامده جامده جامده. فحرام علينا ان احنا النهارده ما نقفش مع الراجل ونجي له يوم 25 على الأقل يوم 25 متهيألي في مدينة نصر، يوم الجمعة 25 هتلاقي ممكن يكون العدد اكتمل ب 12500، ويبقى يوم 26 هنا هنعدي ال 20000 إن شاء الله. إحنا النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي زي ما قالوا كلهم والناس كلها، عظماء مصر كلها في قلب النادي الأهلي. باخد منك رسالة لأعضاء الجمعية العمومية يوم 25 و26، حابب تقول إيه للجمعية العمومية؟ بطالب الجمعية العمومية بالكامل لازم يحضروا، ما فيش حاجة اسمها إن أنا مش جاي. ووجودك يوم 25 يوم 26 انتهيت القصه كلها، اللائحه هتبقى شغاله طول العمر بعد بوجودك يوم 25 و26. وان شاء الله والنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي كفيلين بان هم يجوا ويسدوا الموضوع ده. مستمرين معاكم من تغطيتنا هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. وزي ما بنسمع كابتن عبد الحميد حسن، طبعا كل الاراء بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كلها بتصب طبعا في اختيار لائحتهم الخاصه والاساسيه. وزي ما بنقول طبعا وبنسال، شايفه الندوه النهارده ازاي؟ حديث مهندس محمود طاهر شايفاه ازاي؟ وشايفه وعي اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لاختيارهم يعني لائحتهم الخاصه بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله احنا النهارده جايين كلنا طبعا نلتف حوالين النادي ونلتف حوالين الباشمهندس محمود طاهر، واحنا شايفين ان هو كلامه يعني ممتاز جدا، وشايفين الانجازات اللي عاملها يعني على اعلى مستوى. وانا بناشد من خلال كلامي ده ان الناس اللي بتهاجم مش فيش حاجه غير ان انا اقولها، يعني اتقوا الله بس، لان هو يعني الراجل ده انسان فعلا بمعنى الكلمه يعني. والنادي بتاعنا نادي كبير جدا جدا، ومهما يتقال ومهما يعمل احنا ما مش هنبص بقى ورانا، هنبص لقدام. وانا برضو بتكلم من خلال الميكروفون ان احنا كلنا لازم نيجي يوم 25 لازم. يعني انا سامع كانوا بيتكلموا على ناس في المصايف، اقطع مصيفك وانزل خلص وروح تاني، ايه المشكله؟ يعني ده امر ضروري جدا، لازم نقف ورا النادي بتاعنا، النادي عريق ونادي كبير وكلنا بنحب النادي الاهلي. رسالتك ايه يوم 25 26 بالنسبه لعضاء الجمعيه العموميه؟ ان شاء الله انا جايه طبعا، انا عضوه هنا وزوجي مستشار الحمد لله، واولادي كلهم جايين معانا ان شاء الله. وانا كمان انا يعني بقوم بمهمه ان انا بدعي الناس يجوا كلهم، يعني انا في اصحابي كتير مسافرين من خلالي انا، ان شاء الله هيجوا من مصايفهم، يقطعوا مصايفهم يعني. حتى والله اللي في ناس ليهم افراح واللي هيتجوزوا الغوا اجلوا،
بس لازم نلتف حوالين النادي ان شاء الله. مستمرين معاك ويمكن ينضم لنا دلوقتي العميد محمد بدر احد يمكن اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. سياده العميد بنرحب فيك في البدايه، ويمكن ليك موقف رائع وخاص بالنسبه للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لكن عايز اخد انطباعك النهارده على الندوه، حديث مهندس محمود طاهر والوعي الكبير من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ملامح السعاده ماليه وشي بهذا الكيان بهذا القدر من الحريه والديمقراطيه وطرح كل الاراء. احنا النادي الوحيد اللي طرح لائحته على اعضاء جمعيه العموميه واخضعها للحوار. اللائحه ليست نصا سماويا مقدسا، ولكنها خاضعه للحوار. وان بيحصل ده في النادي الاهلي، انا شخصيا فخور ان انا اهلاوي، انا شخصيا سعيد ان انا اهلاوي. بتمنى ان ده اللي بيحصل في النادي الاهلي ده يملى حياة مصر كلها، مش بس النادي الاهلي، مصر كلها تستمتع بما يستمتع به من حرية والديمقراطية في النادي الاهلي. وايضا انا بقولها رسالة كل اخواننا اعضاء النادي الاهلي من الرياضيين اللي احنا شخصيا بنعتبرهم رموز، ما احنا ضد انهم يبقوا رموز، هينضموا لنا في معركة النادي الاهلي دفاعا عن كيانه ولا لا؟ الجمعية العمومية ترقب وترصد، اللي هيتخلف يبقى المسألة شخصية مش مسألة معركة النادي الأهلي. يبقى كل الصراع اللي كان قائم كان شخصي. أنا أرجو أن يبرئوا ذمتهم من إن هو كان حوار شخصي، ولكن كان حوار أو خناقة حتى على مصلحة النادي الأهلي. أنا بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وبشكر جمعية العمومية على هذا اليوم الديمقراطي الرائع، هذا العرس الديمقراطي الرائع والبديع. شكرا جزيلا لقناة النادي الأهلي. كل الشكر طبعا وكل التوفيق لاعضاء الجمعيه الخاصه للنادي الاهلي. الامور يمكن رائعه هنا وندوه رائعه هنا بالنسبه للمهندس محمود طاهر، الحديث يمكن عن اللائحه الاسترشاديه واللائحه الخاصه بها النادي الاهلي، واكيد مستمرين معاكم واعضاء الجمعيه العموميه على ما اعتقد ندوه مميزه وساخنه وفيها بعض الاستجوابات وبعض الاستفسارات من اعضاء الجمعيه العموميه، وايضا رد بشكل كبير جدا المهندس محمود طاهر. انطباعك النهارده عن الندوه وشايف الحماس الكبير من اعضاء الجمعيه العموميه؟ والله طبعا انا بدعي طبعا المهندس محمود طاهر اللي عمل انجازات كبيره جدا في النادي الاهلي، ويمكن زي ما انا كلمته كل اللي انا بتمناه هو انه يقدم شكوى ضد اللهو الخفي، وهو يعني من هو اللهو. المجلس الموقر كان اصلا منتخب، وبعد ما انتخب رفعت قضيه ضده واصبح معين، وطالبنا ان احنا تنفيذ القانون. طب اللي طالبوا تنفيذ القانون النهارده هم اللي بيعارضوا القانون، يبقى عليه، ودي انا بناشد بيها مجلس الاداره، انه يقدموا شكوى رسميه دلوقتي للجنه الاولمبيه الدوليه باللي حصل ليهم من ساعه ما انتخبوا ومن بعد ما انتخبوا اصبحوا معينين، والنهارده اللجنه الاولمبيه اللي بتفرض عليهم اللائحه الاستشاريه. يبقى ده تدخل حكومي ولا مش تدخل حكومي؟ انما المهندس محمود طاهر لو عامل اللي انا بقترحه ده هيحطهم في حرج، ولا يمكن هيجوا يمه النادي الاهلي ولا جمعيه العموميه للنادي الاهلي. الهجوم على مجلس الاداره بعد اختياره يومين على تسهيلا على الاعضاء، بتشوف الهجوم ده مبرر من وجهه نظرك ولا لا؟ لا طبعا غير مبرر، لان اصلا اللائحه الاستشاريه اللي حطوها ادتنا الحق ان احنا نتحرك، ولا بناشد انه بثلاث ايام، يوم للجزيره ويوم لمدينه نصر ويوم لل 6 اكتوبر بالنسبه للشيخ زايد، عشان يضمن انه يعدل اكثر من 12 ونص، وربنا يوفقه باذن الله تعالى. مستمرين معاكم وتغطياتنا الخاصه هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، والاستاذ احمد صادق طبعا بنرحب بيك في البدايه. وزي ما بنقول يمكن ندوه رائعه وساخنه وفيها استفسارات كثيره جدا من المهندس محمود طاهر، وبناكد وبنراهن على وعي اعضاء الجمعيه العموميه. حابب تقول النهارده وانطباعك على ايه بعد الندوه دي النهارده؟ هو طبعا اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اعضاء واعيين، وانا بنشدهم طبعا ان احنا نكتمل النصاب يوم 25 بتاع الجزيره وبتاع شيخ زايد، وكلنا نطلع على مدينه نصر عشان تبقى في يوم واحد، عشان يعني ما يبقاش في حجج نخش في مهاترات مع حد. وانا واثق جدا من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لانهم على وعي كبير وشافوا الانجاز. احنا مش عاوزين حد يبقى واصي علينا، مش عاوزين حد يفرض شروطه علينا، مش عاوزين حد يفرض لائحته علينا اللي احنا مش عارفين هم عاملينها ليه وايه وايه صفاتهم. فاحنا بنقول الجمعيه العموميه يوم 25 مدينه نصر اولا، وان شاء الله تكمل في مدينه نصر وما نحتاجش اليوم الثاني باذن الله. الهجوم على المجلس بتشوفه ازاي خلال الفتره اللي فاتت؟ هجوم غير مبرر من وجهه نظر الجميع اعضاء الجمعيه العموميه. انا من وجهه نظري دول اعداء نجاح. انا بشوف الجمعيه المجلس عمل طفره في النادي الاهلي ما شفناهاش من 40 سنه. انا كعضو جمعيه عموميه بيهمني النادي من جوه، حاجات منشآت، بنيه تحتيه، بطولات على جميع مستوى الالعاب، ما
ما شفناهاش. انا مش تأثير من حد، ولكن الناس عملوا انجاز لازم نديهم حقهم، مش دفاعنا حد. انا ما بتربطنيش بيني وبينهم اي مصالح، لكن انا بعشق النادي الاهلي، واي حد هيجي في النادي الاهلي احنا وراه، ولكن لازم ندي الناس دي حقها. مستمرين مع كل مشاهدينا ومتابعينا، ويكون معانا سياده المستشار ناصر خليل احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. سياده المستشار، زي ما بنتكلم ندوه يمكن ساخنه ورائعه وفيها شرح كبير ووافي من مجلس الاداره واستفسارات كثيره كمان من اعضاء الجمعيه العموميه، لمس ايه النهارده وشايف الحماس الكبير بالنسبه للاعضاء ازاي النهارده؟ طبعا اليوم الحمد لله ده ابلغ رد من الجمعيه العموميه لاكبر نادي في الشرق الاوسط، بيرد على كل الكلام اللي اذيع في والمنشور في الاعلام الفتره اللي فاتت. النادي الاهلي غني باعضاء جمعيته العموميه، وان شاء الله هنحضر بقوه يوم 25 مش 26 كمان، وان شاء الله باذن الله احنا كلنا ورا المجلس ايا كان المجلس سواء مهندس محمود طاهر او غيره. واحنا بالمناسبه دي احنا بنشكر طبعا المهندس محمود طاهر على الطفره اللي عاملها في النادي، وانا سعيد جدا ان انا لقيت الحمد لله الكم الكبير من الاعضاء اللي حاضرين النهارده الحمد لله فتره. الناس النهارده اطمئنت بشكل كبير ان النادي الاهلي صحيح قانون، لكن بعد الاستفسارات النهارده على ما اعتقد ان النادي الاهلي شكرا كريم احمد. اكيد هنرجع لك تاني، عايزين نجيبه تاني يا جماعه، خليه يتفاعل مع الاعضاء ونشوف كل اراء الاعضاء سواء ايجابيه او سلبيه. كل الناس بتتكلم ان ما تخافش احنا قاعدين يعني كل الناس بتتكلم ان ما تعملوش لجنه استرشاديه لاعضاء النادي الاهلي ايا كان مين مجلس الاداره، ده الكلام المتفق عليه تماما. يلا اتفضل. النادي الاهلي ندوه رائعه وندوه ساخنه زي ما بنتكلم طبعا كابتن عبد الحميد ده حسن، الامور كلها زي ما احنا شايفين، يمكن كل اعضاء النادي الاهلي بتلتقط الصور التذكاريه مع درع الدوري وكاس اللي كان غايب عن النادي الاهلي منذ اكثر من 10 سنوات. بنراهن على وعي الجمعيه العموميه، بنراهن على اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان شاء الله 25 و26 هيكون يوم فاصل في تاريخ النادي الاهلي واعضاء جمعيته العموميه. مستمرين معاك يا كابتن عبد الحميد حسن، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ونقل خاص وتغطيه خاصه للندوه الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي. كريم احمد اتفضل. يعني انا عايزك تتفاعل مع معظم الاعضاء الحاضرين، مع مختلف الاعمار، مع مختلف الاراء، يعني حاول تجيب كمان عضوين، يعني السن مش لازم سن كبير، مش لازم سن صغير، يعني شوف حاول تجيب لنا معظم الاراء علشان نشوف هم مستقرين على ايه تحديدا. يعني انا يعني كله مستقر ان ما ينفعش لجنه او لائحه استرشاديه تفرض على كيان زي كيان النادي الاهلي ايا كان مين مجلس ادارته ايا كان، يعني عشان الكلام للعموم. مش هنتكلم عن شكر الاعضاء الحاليين للمجلس الاداره، مش هنتكلم على الكلام ده خالص، انا بتكلم على اللي هو ما ينفعش نفرض لائحه استرشاديه على كيان كبير زي كيان النادي الاهلي. فحاول تتفاعل مع الاعضاء، يعني ممكن ندي لك 5 دقائق كمان. عبد الحميد يمكن عوده ليك دلوقتي، واكيد في خلال دقائق هكون معانا عدد من اعضاء الجمعيه العموميه ويكون اعمار مختلفه ان شاء الله لاستطلاع رايهم ان شاء الله عن الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي. يلا شكرا يا كريم، شكرا جدا. يعني